السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ام عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم ديما بخير وعلى خير يا ربي. كيما راكم تشوفوا وصفتنا لنهار اليوم وهو السلامي ولا كاشير منزلي. واش نقولكم، يعني طبيعي 100% بدون جيلاتين ولا بدون بيض تانيك، يعني غير بصدر تاع دجاج، يعني عطتني كميه ما شاء الله. واش نقولكم، يعني وصفه تستحق انكم تجربوها. على بال دوكا الحال بدا يسخن وليداتنا يحبوا ياكلوا حوايج خفاف كي يجوا من المسجد، يعني ما تسلكك غير هذه الوصفه. ونضمن لك بلي ما تزيدوش تشروهم من برا، يعني وصفه سهله، حتى طريقه التحضير تاعها ماهيش راح تشد الوقت بزاف. يعني نقولكم تبعوا لا فيديو باش نقولكم كيفاش تحتفظوا، يعني شحال مده الاحتفاظ به في الثلاجه. نروحوا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. واش راح نحتاجوا هنا في السلامي تاعنا؟ عندي هنا صدر تاع الدجاج يكون صغير حوالي 500 غرام، عندي هنا زيتون خضر كوبي، عندي 5 قطع نتاع فورماج، نتوما ديروا فورماج اللي تحبوا. والتوابل عندي هنا مغرف تاع زعتر، مغرف تاع ثوم ملحي، وعندي فلفله حمراء، فلفل الكحل والملح. عندي ربع مغارف تاع نشا، قلت لكم ما نحتاجوش الجيلاتين والملون. واش درت، درت هنا حبيبه تاع بيطراف غليتها واحتفظت غير بهذاك اللون تاعها، يعني قلت لكم راح يكون طبيعي 100%. نجيب هنا باش نروحوا للدجاج ديالنا، وتقدروا تشوه ملحي من عند الجزار، ولكن نعاود نروحوا كل شيء مع بعض باش نتحصلوا على خليط يكون ملحي مليح. ندير عليه قلت لكم ربع مغارف نتاع نشا، كونوا معمرين مليح، ونضيف عليه الفورماج، وزيد عليهم التوابل، ونضيف عليهم هذاك الكاس نتاع الماء تاع البيطراف. قلت لكم لازم يترحى مليح. هنا بعد ما رحيته كامل نجيب هنا بابي فيلم باش نحطو ايفور هنا فوق البابي فيلم. تحبوا ديروهم كيما نقولوا دي بودا كبار ولا ديروهم صغار. ندير عليهم هنا في الوسط الزيتون باش كي نقطعوهم يبان الزيتون في الوسط كيما اللي نشروه برا في المحلات. وهنا الروليه كامل بسم الله، روحوا معه غير بالعقل. زيد منا، يعني تحبوا تخلوه خشين كيما تقدروا تخلوه رقيق. كملتهم، شوفوا الله يبارك، يعني عطتني كميه ما شاء الله. واحد درته رقيق وواحد خليته خشين. نجيب البابي الومنيوم هنا ونورو ليهم، نضغط عليهم مليح، هنا في الاطراف نضغط عليه مليح باش يشد لي هذاك لا فورم تاع البوده. هنا بعد ما غلقتهم من مليح هنا قلت لكم في الاطراف باش يجينا على شكل سلامي كيما اللي نشروه برا. نجيب هنا الكسكاس ونحطهم يفورو
مدة 45 دقيقة. غير الفرن نحيلهم البابي الومنيوم وخليهم يبردوا تماما، ونعاود نولو في صحن التقديم ونقطعهم مع بعض ونشوفوا النتيجة في الأخير. ما تروحوش بعيد. هنا معكم هاوليك كاشير تاعنا ولا سلامي. من بعد هنا مازال عندي شوية دافي، يعني خلوه يبرد تماما باش تقطعه. نجيب نقطع معكم شوية هنا باش تشوفوا كيفاش تحصلنا عليه. قطعته كامل، يعني قلت لكم هنا خرجت لي كمية، يعني في رطل تاع السدة تاع الدجاج عطتني 850 غرام تاع السلامي ولا كاشير كيما حبيتو. واش نقول لكم، يعني المذاق تاعو ما شاء الله، قلت لكم طبيعي وصحي 100%. وهذا تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه مده 10 ايام لانه ما فيش مواد حافظه. هنا بقى لي غير نقول لكم نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.